قريت وسمعت كتير عن حشرة مئوية الأرجل أو أم 44 أو حشرة الحريش، لكن بصراحة ما شفتش أي سلالة منهم في الواقع غير امبارح بس. امبارح بالليل وأنا قاعد في البيت فوجئت بواحدة داخلة عليا وبتتمشى في البيت بكل ثقة، وعلى الرغم من نظافة البيت لكن طول ما انت عايش في الريف فهيكون طبيعي جدا يجيلك زوار من الحشرات والكائنات الغريبة بصورة مستمرة. اي حد فيكم ساكن في الريف وبالاخص في فصل الربيع او مع اقتراب الصيف هيشوف من النوعية دي كتير جدا، وفي ناس كتيرة جدا هتخاف منها، وده بسبب الإشاعات الكتيرة اللي طلعت على هذه الحشرة. فيه بعض الناس كانوا بيفتكروا ان ظهور ام 44 او ظهور حشرة مئوية الارجل في البيت عبارة عن سحر معمول لحد من اهل المنزل، وبسبب انها بتظهر في الغالب بالليل ففي البعض برضو ظن انها جن وبيدخل البيت في صورة ام 44 او صورة مئوية الارجل. لكن في الحقيقة المناخ والأماكن اللي بيتوفر فيها حشرات صغيرة بنسبة كبيرة بتكون بيئة جيدة لظهور أم 44، وكمان لأنها بتفضل الصيد في الليل ومفيش أي علاقة من ظهورها من الإشاعات اللي طلعت عليها. حشرة أم 44 من سلالة نفس الحشرات اللي هي مئوية الأرجل أو الحريش، كلها حشرات من عائلة واحدة. حشرة أم 44 ممكن تلاقي ليها 100 رجل، ممكن تلاقي ليها 44 رجل، وكلهم من عائلة واحدة وكلهم عائلات سامة. السؤال بقى المهم، حشرة أم 44 أو حشرة مئوية الأرجل أو الحريش، هل الحشرات دي سامة وهل لدغتها ممكن تضر الإنسان؟ في الحقيقة حشرة مئوية الأرجل أو أم 44 من الحشرات اللي بتعتمد في صيدها على السم، يعني بتصيد الفرائس الصغيرة بتاعتها بالسم. السم سلاحها وموجود في جميع رجليها، وبمجرد ما تلمس حشرة ماشية جنبها فبتتأثر بالسم بتاعها وبتفقد السيطرة على نفسها. لو الفريسة كبيرة في الحجم بتستخدم أم 44 أول جوز رجلين قدام وبيكونوا في شكل مخالب، وبتروح ده مدخلة المخالب في جسم الفريسة وتبدأ تسمم جسمها. لكن سم ام 44 او سم مئوية الارجل مش مؤثر بصورة كبيرة على البشر، يعني ما يوصلش انه يقتل الانسان الا في حالات معينة وبسيطة جدا. ولو الشخص اللي عضته طفل صغير ومناعته ضعيفة فممكن مها يأثر عليه. ممكن الحريشة او مئوية الارجل تسبب ضرر كبير في الحالات، لكن غير كده سم ام 44 مش مؤثر في اغلب الحالات. المهم لو شفت مئوية الارجل او ام 44 او الحريشة فحاول تقتلها وتريح دماغك، بمجرد ما خبطتها فوق دماغها فهي بتكون في خبر كان. وصلنا لنهاية الحلقة، ومتعشمين فيكم خير، يعني شير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وكل عام وأنتم بخير.